اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. خلال الايام الماضيه انعقدت في بغداد قمه سميت قمه الجوار العراقي. كنا قد تحدثنا عن انعقادها يعني قبل حلقات، وكان الاعلان عن انعقادها، وبعد ان انعقدت لابد من الحديث عنها مره اخرى. القمة بعد انعقادها وبعد ان انفضت وذهب من جاءوا للاجتماع في بغداد، سقط في ايدي من كانوا يروجون الى ان هذه القمة ستعيد بريق العراق، ستعيد بريق الحكومة والعملية السياسية، وستجعل العراق قبلة وقدرة، يعني تعزز من قدراته وتعزز من موقعه. هذه كذبة كبيرة الحقيقة، سقطت في أيديهم وخابوا بشكل واضح جدا. لأن هذه القمة الذين حضروا، نعم في العراق وفي بغداد انعقدت، لكن العراق وبغداد كانت غائبة، كانت مجرد مكان للانعقاد، مجرد فندق، مجرد مكان، مجرد قاعة حضروا فيها. لكن العراق وكل ما يخص العراق من فوضى سياسية، فوضى أمنية، فوضى اقتصادية، تغول إيراني، سيطرة الميليشيات، لم يكن ليعنيهم. الذين اجتمعوا في بغداد ناقشوا قضايا إقليمية ودولية تهم بلدانهم، تهم علاقاتهم الخاصة، تهم اتفاقاتهم، تهم يعني معالجة خلافات بينهم. أما العراق، أما بغداد، فكانت غائبة وكانت الخيبة، وكان على أهل العراق أن يدفعوا ثمن استضافة كل هذه القمم التي عقدت في بغداد، عقدت في العراق طوال هذه السنوات 18، ولا يحصدوا منها إلا الخيبة. لكن ربما واحدة من الإشارات المهمة أنه هذه كل هذه الدول وعلى رأسها فرنسا، التي يعني عادت أخيرا لتريد أن تجد لها موطئ قدم في الساحة الدولية والإقليمية، لكي تقول انها موجوده ولها دور، سواء في لبنان، في العراق، في مناطق اخرى. هكذا تتحرك فرنسا اليوم، مع انه ماكرون يعرف واهل فرنسا يعرفون، الشعب الفرنسي يعرف ان ماكرون قد جاء لهم بالخيبات والاذى، وان هناك مشاكل كبيره في فرنسا عليه ان يحلها. واذا ما جاءت اي انتخابات قريبه للرئاسة الفرنسية ولأحزابها، سيسقط ماكرون وسيسقط هو وجماعته. الشعب لا يريده، كثير من المشاكل، كثير من الهموم في فرنسا، فرنسا مثخنة بالمشاكل. وإذا بماكرون يأتي ليبحث عن دور قيادي في المنطقة العربية، في منطقتنا، ويحاول أن يعيد لفرنسا بريقها القديم، بريقها الاستعماري، وهذا مستحيل في عالم متحرك وعالم فيه الكثير من القوى. عموما كل القوى هذه أثبتت بمجيئها إلى بغداد وتعاملها بهذه الطريقة أنها ستتعامل مع هذه الحكومة والعملية السياسية وما يجري في العراق على أنه يعني على أن العراق مسلوب الإرادة، يعني لا بأس أن يتعاملوا مع عراق مسلوب الإرادة، على عراق محكوم من إيران ومن الميليشيات، ولا يهمهم ذلك الموضوع. وبالتالي يعني اعتراف بشرعية ما هو موجود وهو غير شرعي، بشرعية أن يكون العراق فيه فوضى، أن يكون العراق بلد الفوضى، بلد الخراب، بلد الدمار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني، ولا يهمهم هذا الموضوع. اجتمعوا فقط في بغداد، وأطراف العملية السياسية وأهلها والحكومة يطبلون على أنهم حققوا نصرا كبيرا. ما هو هذا النصر؟ ما الذي جناه العراق من كل هذا؟ العراق أضعف من أن يكون مؤثرا في الساحة الداخلية، يعني الحكومة أضعف من أن تكون هي وعمليتها السياسية وأحزابها أن تكون مؤثرة في الساحة الداخلية، لولا السلاح ولولا الميليشيات ولولا القتل والاغتيالات، وهي أضعف من أن تكون مؤثرة في أي منطقة كانت. هي تابع
هي وكل من يعملون تحت مظلتهم أجراء لإيران وأمريكا، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليهم، هم يحتاجون إلى مظلات، بالتالي لا يمكن أن يكون مظلة لأحد، لا يمكن أن يكونوا أداة ربط بين الدول وأداة لحسن التعامل والمثال. العراق الذي يلعب هذا الدور يجب أن يكون عراقا قويا مستقلا صاحب سيادة، اقتصاد متعافي، شعب مرفه، قدراته قوية، وبهذه الطريقة اللي شعبه أكثر من 50% تحت خط الفقر الآن. الآن الفقر زاد، وزارة التخطيط تتحدث عن 42% من العراقيين الآن فقراء، أكثر من نصف الشعب العراقي فقراء يتحدثون، وأمية وجهل وأمراض وكورونا واقتصاد منهار ومصيبة كبيرة وهجرة وتهجير وأمن مفقود وقتل وجرائم وطلاق وفرقة وتمزق للعوائل وأرامل وأطفال شوارع، يتحدثون عن دور إقليمي ودور دولي. هذه كذبة كبيرة. وعن نجاح الدبلوماسية، أي دبلوماسية عراقية نجحت وكيف نجحت؟ علي من يقول لنا؟ هذه كذبة كبيرة. هناك نظام يريد الغرب أن يحميه لأنه هو من صنعه. هذا هو يعني الفيصل، وهذه خلاصة الموضوع. والحقيقة هذه القمة قد أثبتت فشلها مرة أخرى مثل كل القمم السابقة، والشعب العراقي هو من دفع ثمن استضافة كل هؤلاء الذين جاءوا يبحثون عن مصالحهم وليس عن مصلحة العراق. أشكركم، أترككم بخير، وألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.